من القابس على الأدب، من الإنسان ما فوق رأسه بغط وطرد بني من يشتغل إلا بباب السجن، إلا تختص منه، إلا تعاقبه، إلا تحاسبه، إلا تتابعه يصير. صدق تشين؟ أيوة صدق. أنا مرتشين على. سيد هذا أكو قرار. ونروح ونرجع، إحنا نروح نرجع للمعاملة سيدي، نروح ونرجع. شو أسوي؟ نروحات ورجعات مليت الدجال ما أدري شو بعد. ليش قاطعين هذا الدراسة بهذا الشهيد؟ شوف ليها، شوف ليها وانطيني جواب، شوف ليها وانطيني جواب. شو نسترسل التصرفات هذه؟ ويدي حق يعني مرته، أولاده، منها من القابس على الأدب. من الإنسان ما فوق رأسه بغط وطرد بني من يشتغل أريدها منك ما أريدها من غيرك والله. بسم الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. يا يابا يا يابا يا يابا الجسم مع الأسف، مع كل الأسف، إلا بباب السجن، إلا تختص منه، إلا تعاقبه، إلا تحاسبه، إلا تتابعه يصير. والله سيدي انا دام هسه يلا ما تنبني ما قالولنا اصلا نروح ونرجع والله ما حد قال لنا هسه 14 سنه قاعده ايجار انا الله يشهد 14 سنه قاعده ايجار واربع سنوات كل شيء ما عندي شي ظل بيجالي العدس هذا الموضوع انا ما راح احكي هذا ما يطلع اليوم واعتبره بامر محجوز مني اعتبره بامر مني محجوز ما يطلع الا تكمل على ايش اسمه موضوع المعامله ما اعرف شيء طلع ما يطلع قل له ما يطلع أنا هم بطلع من الوكالة أنت ترى ما تيجي ما أطلع الحين حجز القانوني الحين إنجاز محمد شيء ثلاث الحين تظريني أنا أشوف شو نتيجة ألف رحمة على وجهك إن شاء الله صحة وعافية إن شاء الله ميزان حسناتك الصحة والعافية لك إن شاء الله صار لي سنة تشرب دور راتب سبع تشرب دوراتك الله يسلمك سيدك الله يعزك رحم الله وديك سيدي خمس عمليات وما زال يخضع للعمليات احنا ما عندنا ذبيحه احنا هذا الشهر هذا الشهر العظيم هذا الناس خطيه تجينا هذا المفوض مدهوش دهس ومكسر مهشه من الحوض ماله الجماعه مغيبين مشكلين عليه مجلس تحقيق وحايلين شغلات هذه شغله انسانيه وهذا صار شهر من خضرات حالته إنسانية بتدمر عظام المهشة ما ادري ايش في مصرف رحم الله والديك الله يسلمك سيدي اعطيني هاي يمي الله يسلمك سيدي الله يعزك